خلينا نشوف خياراتك بلكي يطلع لك سعر الدولار همين ونحشي عليه. من هسه خلينا نقول سعر الدولار. الحشد يمكن توقف. الهوية الوطنية حكينا بيها لو يلا غيرها. حكينا بيها مشيها مرة ثانية يلا. هاي هسه طلعت شو اسمه الخدمات طلعت الخدمات يلا يوقف. انت تقول توقف يتوقفون الشباب. يعني اللي اقول الامر لك انت. نعم توقف. الاعلام وحرية التعبير. اصير صريح وياك لو تزعل من عندي. لا اصير صريح. الاعلام وحرية التعبير تعرضت للعديد من المشكلات في زمن السيد المالكي. كانت فئة من الاعلاميين مطاردين وعليهم اوامر قبض قضائية وهم خارج العراق اصلا، وحتى خارج العراق لاحقتهم حكومه السيد المالكي. هاي انت تقول انت تقول بس انا اعترض على هذا. ما يخالف اعترض بس خليني اكمل سؤالي. اما حريه التعبير يعني ايضا مثلا حق هذا الاحتجاج حريه المظاهرات بعضها ايضا تعرض الى هكذا يعتقد تعرض الى قمع اعتقال عشوائي غير ذلك من الامور. ماذا وضع ائتلاف دوله القانون في برنامجه لتعزيز الإعلام وحرية التعبير في المساحة الدستورية والقانونية؟ ها حتى ما تقول لي مو قانون يعني. تفضل. أولاً إنه هذه هي السلطة الرابعة. زين. والنظام الديمقراطي أساس الفصل بين السلطات، وواحد من أهم هذه السلطات اللي هي السلطة الرابعة المتمثلة بالحرية وحرية التعبير عن الرأي. ولا يمكن لنظام ديمقراطي أن يستقر ويذهب بالاتجاه الصحيح ما لم تكن هناك حرية واضحة وتعبير عن الرأي. ولا أعتقد أنه في العراق من أن وجد العراق موجودة حرية وتعبير في الرأي مثل ما هي موجودة عليه الآن في النظام الديمقراطي العراقي، حتى في الأنظمة الديمقراطية المتطورة والقديمة والمتأصلة في الديمقراطية ما عندها حرية مثل ما عندنا حرية الآن في التعبير عن الرأي ونقد الآخر. والآن يعني شوف الفساد مثلا واحد من أهم القضايا اللي تضرب الدولة العراقية، إيش قد نسبة حرية واضحة في نقد هذا ونقد الأشخاص بما فيهم رئيس الوزراء وبما فيهم رئيس الجمهورية، وكنا احنا نفتقد لهذا الموضوع. ما كان واحد يقدر يحكي على رئيس الوزراء. اليوم تتحدث عن رئيس الوزراء بكل حرية وما حد يقول له على حينك حاجة. تتحدث عن الوزراء وتتحدث عن الفساد اللي موجود وهكذا. فإذا يعني احنا تميز نظامنا الديمقراطي بحرية التعبير. المشكلة يا شيخ مو برئيس الوزراء والله. لا هذا هو المشكلة بالخطوط الحمر ولا انا. لا يعني بين حرية التعبير وبين التجاوز استاذ حسام يعني لا واقعا انا افهم هذا الشيء لكن احنا بالاعلام في يعني هسه انا اريد اسالك انت حضرتك الان بهذا المكان مالك انتقد اي شخصيه من شخصيات الحكومه الحاليه؟ اكو واحد يقول لك الحكومه لا بس الشخصيات الحكومه ما حد يقول لي على عينك حاجب بس الشخصيات السياسيه اللي يسموها خطوط حمر باكر تحترق قناتي باكر يدزولي الربع يقولون باكر تحترق. ليش يعني هسه الان منو سالم من الشخصيات السياسيه من الكلام بشكل من الاتهامات؟ ما سالم بس بشكل عام حريه التعبير تحتاج الى جهد يعزز. والله اكثر وافضل من اللي موجود الحالي ما اعتقد. ممتاز احترم رايك واني دوري ان اوجه رؤاك للجمهور بهذا البلد.